يعني الموضوع اللي بدأنا به خلال الثلاث محاضرات في الواقع السابقة، اللي هي الطريقة التحليل المنشآت الغير محددة استاتيكيا، واللي تعرف ب Moment Distribution Method أو طريقة توزيع العزوم. وهالطريقة هذه مثل ما شفنا تصنف ضمن إحدى طرق الإزاحة أو ما يعرف ب Displacement Methods. الطريقة الأولى كانت هي Slope Deflection Method، والآن إحنا بصدد ما يعرف ب Moment Distribution Method، واللي هي يعني تعتبر كانت في الماضي وحقيقة لحد الآن يعني تعتبر الوسيلة الأساسية الأولى لطرق الحل اليدوية. يعني هسه يعني بحكم التطور الكبير اللي صار عندنا بال يعني بالحاسبات والبرامجيات، يعني أكثر هذا الشغل يعني يتم إنجازه من خلال هالبرامجيات هذه. بس سابقاً وأيضاً حتى في الوقت الحاضر، يعني عندما نريد أن نتأكد من شغلنا أو نسوي فد تحليل سريع بالطرق اليدوية، فالطريقة اللي نلجأ إلها هي المومنت ديستريبيوشن ميثود أو طريقة توزيع العزوم. في هالطريقة مثل ما شفنا يعني من خلال الـ يعني الـ الاستعراض النظري، وكذلك من خلال الـ two examples أو التطبيقين اللي استعرضناها في المحاضرة السابقة، الطريقة بالأساس تتضمن أولاً أن نعتبر أن المنشأ يتكون من مجموعة من الأعضاء اللي هي في نهايتها تكون fixed مثبتة. نتيجة هالافتراض هذا راح يتولد عندنا في كل joint أو في كل support unbalanced moment، عزم مختل أو اختلال في العزم نتيجة فرق العزوم في كلا الفيكست اندز أو كل الفيكست اندز المرتبطة في ذاك الجوينت. نجي أول عملية نسويها هو توزيع هل أنبالانس هذا أو هل اختلال هذا مالت العزوم أو فرق العزوم، نوزعه بدلالة الستيفنسز أو نوزعه بدلالة صلادات الأعضاء المرتبطة عند ذاك الجوينت. الآن نتيجة هالتوزيع هذا مال العزوم أو اختلال العزوم إلى كل واحد من الأعضاء المرتبطة في الجوينت، راح يتولد عندنا في الطرف المقابل من الممبر اللي وزعنا إليه المومنت، راح يتولد عندنا ما يعرف بالكاري أوفر مومنت اللي هو بالضبط نصف قيمة عزم التوزيع. وين راح يروح؟ راح يروح إلى الطرف المقابل، هذا نسميه بالكاري أوفر. بس صار عندنا عملية ديستريبيوشن، توزيع أولاً وبعدين كاري أوفر ثانياً. نتيجة هالكاري أوفر هذا اللي شمرناه اللي هو نصف العزم الموزع اللي وديناه إلى الطرف المقابل، راح يتولد عندنا أنبالانس جديد، اختلال عزوم جديد. هالاختلال هذا شو نسوي؟ نوزع مرة ثانية هم بدلالة stiffnesses، فراح تصير عندنا عملية distribution ثانية أو عملية توزيع ثانية. نتيجة عملية التوزيع الثانية أو نتيجة تسليط العزم الموزع إلى كل واحد من الممبرز المرتبطة بالجوينت، راح هالعزم هذا يولد لنا بالطرف المقابل carry over ثاني أو carry over جديد اللي هو بالضبط مقداره نص العزم اللي موجود بالطرف أو نص الـ distributed moment. الآن نتيجة عملية الكاري أوفر هم راح يتولد عندنا اختلال عزوم جديد. فإذا العملية بالأساس هي شنو؟ هي فد عدد
أو سلسلة من الدورات أو من دورات الديستريبيوشن التوزيع والكاري أوفر. يعني عندنا اختلال بالعزوم نوزعه بدلالة الستيفنسز، نتيجة هالتوزيع هذا راح يتولد عندنا كاري أوفر بالطرف المقابل. الآن نتيجة الكاري أوفر اللي انشمر عندنا أو تولد عندنا راح يصير عندنا أمبالانس جديد نرجع نوزعه، نتيجة التوزيع يتولد كاري أوفر. فإذا فد سلسلة أو دورات، عدد من الدورات من عمليات الديستريبيوشن والكاري أوفر نستمر بها السلسلة هذه من الدورات المتعاقبة من الديستريبيوشن والكاري أوفر إلى أن نوصل إلى فد قيمة صغيرة قريبة من الصفر للديستريبيوشن مومنت في كل السبورتس أو في كل المساند أو الجوينتس. ذاك الوقت نقدر نوقف العملية يعني أو الدورات مات الديستريبيوشن والكاري أوفر، والعزم عند كل جوينت ما راح يكون إلا مجموع يعني الحقول أو مجموع الأعمدة. يعني لاحظوا هذا الشيء اللي كنت أحكي عنه الآن، إنه في كل جوينت أول مرة نبدي بالفيكست إند مومنت نوزعه، فنتيجة التوزيع راح يصير عندنا يعني نوزعه بدلالة هذه الديستريبيوشن فاكتور اللي هي جاية من الستيفنسز. هذا العزم الموزع الآن راح يولد لنا كاري أوفر في الطرف المقابل. يعني لاحظوا العزم الموزع في B أو BA يسبب لنا كاري أوفر في الجوينت A، وهنا في A يسبب لنا كاري أوفر في الجوينت B. نفس الشيء هنا العزم الموزع في BC عند B الجوينت B يسبب لنا كاري أوفر إلى C، والعزم الموزع في C يسبب لنا كاري أوفر في B. نجي الآن هذا الكاري أوفر سبب لنا اختلال جديد للعزوم، هذا بحاجة إلى توزيع، فنجي نوزعه دلالة من؟ بدلالة الديستريبيوشن فاكتورز اللي هي جاية من الستيفنسز. نستمر بالعملية ديستريبيوشن كاري أوفر ديستريبيوشن كاري أوفر إلى أن نوصل إلى فد مرحلة تكون بها القيم مالت الديستريبيوتد مومنتس صفر أو قريبة من الصفر. ذاك الوقت نجمع القيم في كل عمود لكل جوينت، هذا نجمعه هذا هذا هذا، هذا راح ينطينا الاند مومنتس عند كل جوينت من الممبر اللي يتكون أو الممبرز اللي يتكون من عندها الستركتشر أو المنشأ. هذه القيم من نعرف الاند مومنتس، بعدين كل اللي علينا نسويه هو يعني تطبيق معادلات الاتزان أو معادلات الإيكوليبريوم لغرض يعني معرفة ردود الأفعال الخاصة بالمنشأ. هذا هو البروسيجر الأساسي لعملية المومنت ديستريبيوشن أو طريقة المومنت ديستريبيوشن، فالسلسلة من عمليات الديستريبيوشن والكاري أوفر. الآن بالمحاضرة السابقة وأيضا في هالمحاضرة هذه راح ناخذ يعني بعض التحويرات أو بعض الحالات الخاصة للفكرة العامة مالت المومنت ديستريبيوشن اللي تطبيقها يعني ينطينا أو يسهل يعني الحل بواسطة هالطريقة هذه. واحدة من التحويرات الممكنة هي استخدام ما يعرف بالمودفايد ستيفنس فاكتور، معامل الصلادة المعدل أو المحور. هذا وين يصير؟ هذا يصير معامل الصلادة المحور إذا تتذكرون يصير عندما تكون النهاية البعيدة مالت البيم هي simply supported. فذاك الوقت ما أخذ القيمة الأصلية مالت الستيفنس فاكتور اللي هي 4 EI over L بالنسبة إلى ذاك الممبر، وإنما أخذ كالتارباع
هالقيمة هاي، أو يعني القيمة الأصلية للستيفنس فاكتر هنا اللي نعرفها هي 4 اي اي اوفر ال. هنا نقدر نقول بأنه قيمة الستيفنس للممبر اللي تكون النهاية البعيدة مالته هي سمبل سبورت يساوي 3 اي اي اوفر ال، اللي هي 3 ارباع ال 4 اي اي اوفر ال. 3 ارباع الأربعة هي 3، فيا أما أقول 3 أرباع 4 إي آي أوفر إل، أو رأساً أقول 3 إي آي أوفر إل. هذا هو السيفنس فاكتر للممبر اللي تكون بالنهاية البعيدة هي simply supported، أي بمعنى roller أو hinge. فهنا يعني نفس المثال اللي حليناه بالبداية، خلينا نقول بالطريقة التقليدية مالت المومنت ديستريبيوشن بأخذ الستيفنسز كاملة بدون تحويرها، من نعيد حلها بالمودفايد ستيفنس أو الصلادة المعدلة أو المحورة. لاحظوا هذه القيمة هنا أخذنا 3 أرباع الـ 4 إي آي أوفر إل المن للـ بي سي، للممبر بي سي حصلنا هالقيمة هذه. فعندما سوينا المومنت ديستريبيوشن تيبل هنا، فلاحظنا بأنه تقارب الطريقة أو تقارب الحل كان أسرع، يعني قدرنا نتوصل له ب يعني خلينا نقول 3 دورات فقط، بينما هناك يعني ايش قد تحتاج أنا؟ تحتاج أنا يمكن 2 4 6 8 9 دورات للتوصل إلى نفس النتيجة. ف العملية هنا استخدام المودفايد ستيفنس سرعت لنا من تقارب الطريقة أو الحل باستخدام الطريقة. ويعني القاعدة العامة هنا هي أنه in general the simple are hinged supports، يعني النهايات اللي تكون simply supported بمعنى hinge أو roller need to be balanced only once. يعني لاحظوا لهذا C هنا اللي هو simply supported الجوينت C، عندما نستخدم المودفايد ستيفنس فنحتاج أن نسوي له balance بس مرة واحدة، و no carryover moments are ever brought back to them، وبعد ما نرجع له carryover، بس هو يعني ينقل بالcarryover يعني هنا إلى الطرف المقابل، هاي الناقص 5 نقلة الناقص 2.5، هو بعد ما ننقل كاري اوفر بس نسوي له ديستريبيوشن بالدورة الأولى هذه وهذا هو. فتلاحظون بأنه يعني المجموع الجبري للقيم يعني هنا في هالعمود هذا هي صفر، اللي هو طبعا لازم يكون بالنسبة للسيمبل سبورتد اند المومنت از اولويز ايكوال تو زيرو. فإذا يعني هذا هو أول خلينا نقول تحوير أو حالة خاصة شوية تبسط لنا من عملية المومنت ديستريبيوشن، واللي هي بالنسبة إلى السمبل سبورت اللي هو قد يكون هنج أو رولر نستخدم المودفايد ستيفنس، وعند ذاك يعني نسوي بس عملية ديستريبيوشن واحدة لهال جوينت هذا، وبعد ما ننقله كاري اوفر بس هو ينقل كاري اوفر هاي منه بال يعني الدورة الأولى، بس هو بعد ما ننقله كاري اوفر هذه كلها القيم تكون مساوية إلى الصفر. فنستمر الآن بالإكزامبلز. عندنا البيم A B C D هذا اللي هو يعني continuous beam، نهاية A fixed، النهاية B roller، نهاية C roller، وعندنا الاختلاف هنا هو أنه النهاية CD هي cantilever ناتية. الفضاءات AB 6 BC 9 وCD 4. التحميل عندنا حمل موزع بانتظام 10 كيلو نيوتن بير متر على سبان بي سي، وعندنا concentrated load 30 كيلو نيوتن،
في الطرف دي. الـ EI بالنسبة إلى هالبيم هذا هي constant بالنسبة إلى الـ يعني الـ entire beam أو البيم بأكمل. هنا يعني بس عندنا ملاحظتين يعني قبل البدء بالحال. يعني هنا شنو الاختلاف؟ الاختلاف هو لحالة وجود هذا الكانتريبر. فعندنا هنا يعني ملاحظتين راح تسهل لنا تطبيق المومنت ديستريبيوشن ميثود بالنسبة إلى هالإكزامبل هذا. الملاحظة الأولى النوت الأول since we know in advance بما أنه إحنا نعرف مقدما أو سلفا بأنه the final moment at the end of a cantilever يعني إحنا كلنا نعرف مقدما إيش قد العزم في نهاية الكانتيليفر اللي هي WL square over 2 هذا شيء نعرفه لي قدام أو العفو هذا بالنسبة إلى uniform distributed load. بالنسبة إلى concentrated load ما راح يكون إلا يعني هاللود هذا اللي هي 30 كيلو نيوتن في السبان اللي هي 120 كيلو نيوتن متر. فإحنا نعرف مقدما أو لي قدام أو سلفا قيمة الفاينل مومنت في نهاية أو السبورت مالت الكانتيليفر. فبما أنه إحنا نعرف هذا الشيء يعني لي قدام ف we do not distribute moments into a cantilever ما نجري هنا عملية توزيع عزوم إلى الكانتيليفر لأنه إحنا نعرف القيمة أو نعرف الحل مقدما. فبعد شنو الداعي أنه واحد يسوي يعني distribution مالت moments into a cantilever؟ فعليه يعني حتى نضمن هالشيء هذا بالمومنت ديستريبيوشن تيبل ناخذ الكانتيليفر كديستريبيوشن فاكتور مالته. الديستريبيوشن فاكتور مالت الكانتيليفر ناخذه ايكوال تو زيرو. فاذا لحاله الكانتيليفر نقول بانه الديستريبيوشن فاكتور اللي ناخذه للكانتيليفر اللي هو بهالحاله هذه سي دي از ايكوال تو زيرو. وهذا الشيء يعني نسويه بالتيبل. لاحظوا بعدين من نجي للتيبل الممبر سي دي انطيناه ديستريبيوشن فاكتور ايكوال تو زيرو. ليش نسوي هالشيء هذا؟ نسوي هالشيء هذا يعني ما نسوي او ما نجري عمليه ديستريبيوشن بالنسبه الى الكانتيليفر لانه احنا مو بحاجه الى ذلك لانه احنا نعرف النتيجه مقدما او سلفا بالنسبه الى الكانتيليفر. يعني لهالحاله هذه 30 في الذراع 420 كيلو نيوتن متر نعرف النتيجة اللي قدام. فما نسوي distribution بمعنى آخر نقول بأنه distribution factor مات الكانتليفر is equal to zero. هذا الشيء يعني شون نطبقه في الواقع؟ نطبقه this is implemented by considering cantilevers to have zero stiffness. الـ K equals to zero. يعني شون نحصل أو شون نضمن هالشي هذا في عملية المومنت ديستريبيوشن أنه الديستريبيوشن فاكتور مات الكانتيليفر هو زيرو نضمن عن طريق افتراض أو بأخذ stiffness مات الكانتيليفر equal to zero. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية بخصوص الكانتيليفر هي we consider the cantilever moment as a fixed end moment applied to the joint and then balance the joint as normal. يعني نتعامل هنا مع الكانتيليفر بما انه احنا راح نفترض انه الستيفنس مالته هو صفر والديستريبيوشن فاكتور مالته هو ايضا صفر فكانما هو ما موجود. يعني نتعامل وياه كانما هو غير موجود ما إلى وجود. بس شنو ناخذ؟ ناخذ المومنت مالته الكانتيليفر ونعتبره كفيكس اند مومنت مسلط عند الجوينت فقط. يعني كأنما هالكانتيليفر هذا ما إلى وجود ووجوده هو فقط من خلال المومنت اللي سلطه اللي ناخذه كفيكس اند مومنت على هذا السبورت أو هذا الجوينت اللي هو C. فإذا
يعني نعتبر الكانتيليفر كأنما غير موجود، و يعني الحالة نمثلها ب مومنت فيكسن مومنت عند السبورت سي، وبعدين نجري عملية التوزيع العادية. وبما أنه هالنهاية هذه يعني هي نقول simple support أو roller، فهذا معناه بأنه أو إحنا افترضنا بأنه هذا CD هنا يعني ما إلى استمرارية، يعني the adjacent span اللي هو بهالحالة هذه CD، الفضاء المجاور اللي هو الكانتيليفر سي دي does not therefore have continuity، يعني احنا افترضنا انه الكي مالته صفر، فكأنما ما إلى وجود هنا، وبالتالي نتعامل مع هالجوينت هذا او هالسبورت هذا اللي هو سي السمبل سبورت كأنما يعني السي دي ما موجود، وبالتالي ناخذ المودفايد ستيفنس هنا للممبر بي سي كأنما هذا ما موجود، مثل ما سوينا بالحالة السابقة، نعتبر بأن هالنهاية هذه هي simple support وماكو شيء وراء الكانتيليفر كأنما ما إلى وجود، وبالتالي نأخذ stiffness مالت هذا البي سي equal to 3 أرباع الأربعة إي آي over L، أو نقول 3 إي آي over L. فهذه هي طريقة التعامل مع أو الملاحظات الخاصة بالكانتيليفر، بما أنه إحنا نعرف لي قدام المومنت اللي يجي من الكانتيليفر، فما نجري عملية ديستريبيوشن إلى الكانتيليفر. هذا الشيء شلون نحققه؟ نحققه من إعطاء أو فرض قيمة ديستريبيوشن فاكتور للكانتيليفر equal to zero. هذا الشيء يعني شنو يعني؟ أو شلون ممكن يعني الحصول عليه؟ يعني أو يطبق من خلال إعطاء stiffness صفري أو zero stiffness k يساوي صفر المن للكانتيليفر. الآن يعني نتعامل ويا الكانتيليفر كأنما ما موجود، وبالتالي الفضاء المجاور للكانتيليفر هنا نعتبره وكأنما هو simply supported هنا وماكو شيء وراء، وبالتالي نمطي قيمة الستيفنس المعدلة أو المودفايد ستيفنس بالنسبة إلى الفضاء المجاور للكانتيليفر. هذه هي الملاحظتين أو الملاحظات الخاصة بالتعامل مع الكانتيليفر. الباقي هو عملية مومنت ديستريبيوشن عادية. فهنا يعني كبداية نبدأ بحساب الفيكست اند مومنتس، فباعتبار كل الأجزاء هي فيكست بالنسبة إلى الأي بي، المومنت عند الأي بي يساوي المومنت مات البي اي وكلاهما يساوي صفر. ليش؟ لأنه سبان أي بي ما عليه أي لودينج، ما عليه أي حمل، فالفيكست اند مومنتس يكوال زيرو. بالنسبة إلى البي سي هنا الفيكسن مومنت مات البي سي راح يساوي ناقص دبليو ال سكوير اوفر 12 لأنه عكس عقرب الساعة، وهنا عندنا حمل موزع بانتظام على اسبان بي سي، فإذا ناقص دبليو ال سكوير اوفر 12. بالنسبة إلى السي بي هنا الفيكسن مومنت اللي هو مع عقرب الساعة، وبالتالي راح تكون الإشارة مالته بوزيتيف، فراح يساوي زائد WL سكوير over 12. فإذا القيمتين هي ناقص 67.5 وزائد 67.5 كيلو نيوتن متر. بالنسبة إلى الفيكس اند مومنت مالت الـ C هنا ما عندنا غير أو بس الكانتيليفر اللي نعرف بأنه المومنت مالته راح يساوي 30 في 4، واللي يعني راح يكون كعزم مقاوم الاتجاه مالته اتجاه دورانه هو عكس عقرب الساعة، ناقص 30 في 4 ناقص 120 كيلو نيوتن متر. الآن الستيفنس فاكتورز بالنسبة إلى الممبرز، منو عندنا AB
بي سي وسي دي. بالنسبة إلى الأي بي هذا يأخذ full stiffness اللي هو 4 EI over L. 4 في الـ EI اللي هو constant اللي يعني البيم بأكمله على الـ L اللي هي 6 متر. نجي إلى الـ BC. بالنسبة إلى الـ BC هنا قلنا نعطي modified stiffness اللي هو 3 EI over L. ليش؟ لأنه قلنا يعني إحنا الكانتليفر هنا راح نعطي zero stiffness، معامل صلادة صفر، فكأنما هو ما موجود، وبالتالي نتعامل مع هالسبورت هذا كأنما هو simple support وماكو شيء وراء. فإذا هذا الجزء أو هذا السبان اللي هو BC يأخذ modified stiffness اللي هي 3 أرباع الـ full stiffness، 3 أرباع الـ 4 EI over L، أو رأساً نقول 3 EI over L، 3 EI على السبان اللي هو هنا 9 متر بالنسبة إلى الفضاء أو السبان BC. بالنسبة إلى الكانتليفر لاحظوا stiffness مالت CD قلنا نتعامل وياه كأنما ما موجود، وبالتالي نعطي zero stiffness، صلادة مساوية إلى الصفر، فالكيس of CD يساوي صفر. فإذا full stiffness بالنسبة إلى span AB و modified stiffness بالنسبة إلى span BC وصفر بالنسبة إلى span أو cantilever CD. نجي الآن نحسب الـ distribution factors. بالنسبة إلى AB بما أنه النهاية هذه fix، فالـ distribution factor مالته راح يكون مساوي إلى صفر. الـ distribution factor مالت الـ BA راح يساوي stiffness مالت الـ AB هنا اللي هي 2 EI على 3 مقسوم على مجموع stiffnesses مالت الـ BA والـ BC. وهنا يعني الـ stiffness مالت الـ BC راح يساوي الـ stiffness هذا مقسوم على مجموع الـ stiffnesses الملتقية عند الـ C اللي هي BC زائد صفر. فهنا راح يكون عندنا يعني لاحظوا بالنسبة إلى الـ CB راح يكون عندنا stiffness مالت الـ CB مقسوم على مجموع الـ stiffnesses هنا. الـ stiffness مالت الـ BC قلنا راح يساوي الـ stiffness مالت BC مقسوم على مجموع الـ stiffnesses مالت AB و BC. الـ stiffness مالت أو distribution factor مالت الـ CB راح يساوي الـ stiffness مالت الـ BC مقسوم على مجموع الـ stiffnesses مالت الـ BC و CD. هنا هذا الـ BC زائد الـ CD صفر، فصارت عندنا الـ distribution factors اللي نحتاجها في الـ moment distribution. نجي الآن طبعاً الـ distribution factor قلنا بالنسبة إلى الـ cantilever الـ CD دائماً ناخذه صفر، هذا صفر. فإذاً نجي الآن نسوي الـ moment distribution table. أول سطر خاص بالجوينتس عندنا الجوينت A، الجوينت B، الجوينت C والجوينت D. بالنسبة إلى A شنو عندنا يرتبط B بس الممبر AB. بالنسبة إلى الجوينت B عندنا BA و BC. بالنسبة إلى الجوينت C عندنا CB و CD. فإذن هذه هي الجوينتس A, B, C ترتبط بها بالجوينت A بس عندنا الممبر A, B. بالجوينت B عندنا الممبر B, A العفو و B, C. و الجوينت C عندنا التو ممبر C, B و C. الآن ننزل الديستريبيوشن فاكتورز هاي اللي حسبناها للتو. بالنسبة إلى الممبر A, B صفر. بالنسبة إلى الممبر BA
راح يكون equal to 0.667. بالنسبة إلى الممبر BC راح يكون 0.333، وبالنسبة إلى الممبر CB راح يكون equal to 1، وبالنسبة إلى الممبر CD اللي هو الكانتليفر بناخذ الديستريبيوشن فاكتور مالته equal to 0. نجي ننزل الفيكس اند مومنتس. ف يعني بالنسبه للفيكس اند مومنتس عندنا هذول مات البي سي والسي بي، هذه بي سي ناقص 67.5 والسي بي زائد 67.5. عندنا بالنسبه الى السي دي اللي هو الكانتليفر ناقص 120 كيلو نيوتن متر اللي هي القوه في ذراع 30 في 4 متر، العزم المقاوم هو ناقص 120 كيلو نيوتن متر. نجي الآن نسوي أول عملية ديستريبيوشن. فهنا يعني نضرب هذا العزم المختل أو اختلال العزم اللي هو صفر، نضربه في الديستريبيوشن فاكتور صفر، راح ينزل عندنا صفر. هنا أنا بالجوينت بي شنو عندنا؟ عندنا المجموع الجبري مالت صفر وسالب 67.5 اللي هو سالب أو ناقص 67.5 كيلو نيوتن متر. هاي وين؟ في الجوينت بي. هذه القيمة نضربها في كل واحد من الديستريبيوشن فاكتورز للأعضاء المرتبطة في الجوينت بي اللي هي بي اي وبي سي. فنضرب minus 67.5 في 0.667 النتيجة هي 45.022 بعكس الإشارة زائد، ونضرب العزم المختل اللي هو المجموع الجبري مالت الصفر وناقص 67.5 نضربها في distribution factor مالت البي سي، فراح يصير عندنا يعني ناقص 67.5 في 0.333 راح يصير عندنا 22.478 بعكس الإشارة زائد. هذه عملية الديستريبيوشن مالت العزم المختل عند الجوينت بي. نجي الآن إلى الجوينت سي. العزم المختل هنا هو المجموع الجبري ل 67.5 وناقص 120 اللي هو شقد راح يكون؟ راح يكون ناقص 52.5. هاي الناقص 52.5 نضربها في الديستريبيوشن فاكتورز مالت الممبرز الملتقيه عند الجوينت سي اللي هي سي بي وسي دي، فناقص 52.5 في 1 راح يصير عندنا 52.5 بعكس الإشارة فتنزل زائد، وناقص 52.5 في الصفر راح يصير عندنا هنا صفر ينزل طبعاً بدون إشارة. فهذه هي أول عملية distribution صارت عندنا بالنسبة إلى يعني عملية moment distribution للبي. نجي الآن هنا لاحظوا لعملية راح يصير عندنا كاري أوفر، فهذا الصفر راح ينقل نص القيمة وبنفس الإشارة إلى من الطرف A إلى الطرف B، فإذا هاي الصفر راح تنتقل من هنا صفر، وهنا راح يكون عندنا ال 45.022 تنتقل نص القيمة مالتها وبنفس الإشارة إلى الطرف B. هنا لاحظوا ال 22.478 ما راح تنقل شيء إلى النهاية C. ليش؟ لأنه قلنا يعني قبل قليل في حالة الكانتليفر يعني نعتبر بأنه هالعزم هذا هو كعزم مسلط عند النهاية C فقط، فإذا
يعني هنا أنا بعد ما ننقل يعني carry over بالنسبة إلى joint C في حالة الكانتيليفر أو الجزء الكانتيليفر من البيم. يعني بما أنه هذا هنا في joint C يعني عندنا كانتيليفر، فنتعامل أو اللي قلناه بعد أنه ما يعني ننقل أو نتعامل مع الجوينت سي وكأنما هو simple support، وبالتالي ما رح ننقل له أو ما تجري إلى عملية carry over. هذا لاحظوا 22.478 هنا صفر، ونفس الشيء هنا بس نجري عملية distribution واحدة في simple support أو في النهاية اللي نتعامل وياها simple support اللي هي هذه الحالة هنا، لأنه قلنا بالنسبة إلى الكانتيليفر نعتبر الستيفنس مالته مساوي إلى الصفر، وبالتالي يعني نتعامل مع هالسبورت هذا وكأنما support C وكأنما هو يعني simple support مستند إسناد بسيط، و يعني بس نجري لعملية distribution واحدة فقط. فإذا ما ينتقل عندنا شيء هنا، هذا المومنت ننقل له يعني ينتقل من عدة الـ 52.5 تنتقل نصها إلى joint B وبنفس الإشارة، فنص الـ 52.5 هي 26.25. بعد هنا يعني بالنسبة إلى هل two joints هذه أو هل two members هذه، تلاحظون بعد ما نسوي عمليات لا distribution ولا carry over يعني كلها صفرت، شغلنا بس راح يكون هنا. فإذا يعني انتقلت عندنا carry over moments هذه زائد 22.551 ناقص صفر زائد 26.25 ناقص صفر ناقص صفر. نتيجة الكاري اوفر راح يصير عندنا اختلال جديد بالعزوم عند الجوينت A اللي هو هذا مقداره، وعند الجوينت B على الممبر BC اللي هو هذا مقداره 26.25. نجي الآن هالاختلال هذا نوزعه مرة ثانية، راح يكون عندنا 22.551 في الديستريبيوشن فاكتور صفر ينزل عندنا صفر. هنا يعني اختلال العزوم هو المجموع الجبري للعزوم عند الجوينت B، فصفر زائد 26.25 هذا 26.25 النتيجة مالته نوزعها على البي اي والبي سي، ف 26.25 في 0.667 يكون عندنا 17.509 بعكس الاشاره ناقص، و 26.25 في 0.333 راح يصير عندنا 8.741 ايضا بعكس الاشاره. الان هل distributed moment هذه أو هل حمل الموزع هذا راح يسبب لنا carry over بالطرف المقابل، فهذا راح يروح نصه إلى الـ A، فنص القيمة مالت الـ 17.509 بالألف تنتقل بنفس الإشارة إلى الـ A، هذا الصفر نصه هو صفر يروح إلى B، وهنا يعني قلنا بعد ما ننقل للجوينت سي فهذا ينزل كصفر وهذا هنا راح يجي كصفر. فإذا صار عندنا فقط كاري اوفر الآن في الجوينت A، هذا الكاري اوفر هم أنا راح يسبب لي اختلال في الجوينت A، فأوزعه هنا من خلال ضربة في الديستريبيوشن فاكتور صفر فراح ينزل عندنا صفر. هنا ماكو شيء عندنا، ما عندنا اختلال صفر بصفر، فتنزل الصفارة نفسها إلى أن وصلنا إلى حالة distribution moment أو distributed moment صفرية لكل الجوينتس. فإذا تنتهي عملية المومنت distribution
بهالحالة هذه، لأن كل الجوينتس الديستريبيوتد مومنت العزم الموزع بها اللي هو اختلال العزوم أصبح صفري. فإذا يعني احنا توصلنا إلى الحل بالنسبة إلى البيم هذا أو هالمنشأ هذا. نجي الآن نجمع الأعمدة حتى نحصل الـ end moments. فمجموع هالقيم هذه راح ينطينا الـ end moment at A للجزء AB، والمجموع هنا ينطينا الـ end moment عند الـ BA. المجموع الجبري هنا مع الإشارة ينطينا المومنت BC، والمجموع الجبري هنا ينطينا المومنت CB، والمجموع الجبري هنا ينطينا المومنت CD. وتلاحظون يعني القيم هنا عند كل جوينت يعني صفر أو قريبة من الصفر، يعني هذا فيكس اند أكيد مو صفر، راح يكون بمومنت، بس هنا هذه القيمتين هي متساوية عدديا ومتعاكسة بالإشارة اللي هي تقريبا صفر، وزاد 120 ناقص 120 واضح لكم بأنها equal to zero. فإذا يعني الجوينتس هي في حالة equilibrium أو في حالة اتزان. بعد ما عرفنا الـ end moments فنجي يعني نستخرج الرياكشنز أو ردود الأفعال الأخرى من خلال الإيكوليبريم أو الاتزان بالنسبة إلى كل واحد من هالأجزاء هذه اللي هي الـ A, B, B, C و C. يعني أصبح عندنا الآن المنشأ يعني ممكن إيجاد ردود الأفعال الأخرى من خلال تطبيق معادلات الاتزان أو معادلات الإيكوليبريم. فبالنسبة إلى الممبر AB راح نقدر نطلع reaction at A من أخذ moments about B، بعدين summation vertical reactions هذا راح ينطينا المركبة الرئيسية للرياكشن عند البي للجزء بي اي، لأنه المركبة الرئيسية في بي تتكون من جزئين اللي هي في بي اي وفي بي سي. فإحنا هنا بأخذ مجموع الجبري للقوى بالاتجاه الشاقولي ممكن أن نحصل على المركبة الشاقولية للبي من الجزء AB اللي هي V sub BA. نجي إلى الممبر BC هم يعني أخذ moments about C، هذا راح ينطينا V sub BC، وأخذ مجموع القوى بالاتجاه الشاقولي هذا راح ينطينا V sub CB. V sub BA زائد V sub BC ينطينا VB. نجي الآن إلى الممبر CD هنا واضح لكم بأنه V sub CD راح يساوي 30 كيلو نيوتن، فبالتالي قلنا V sub B راح يساوي مجموع VBA والVBC، والV sub C راح يساوي V sub CB زائد V sub CD. كتشيك يعني مفروض مجموع ردود الفعل الرأسية الـ VA والـ VB والـ VC يساوي مجموع القوى الرأسية المسلطة بالاتجاه الثاني اللي هي 10 في 9 زائد 30 120 كيلو نيوتن. ففعلا يعني دا يتحقق عندنا هذا الشيء. بعد ما عرفنا كل الرياكشنز الخاصة بالبيم هذا يصبح أو يمكن بالتالي حساب أو رسم الشير فورس والبيندينج مومنت دياجرامز بالنسبة إلى يعني البيم
فهذا هو الشير فورس دياجرام، وهذا هنا هو البندنج مومنت دياجرام. ف يعني من خلال هالاكزامبل هذا شفنا يعني او اللي استعرضناه هو طريقه التعامل مع الكانتليفر للبيم في حاله وجود كانتليفر او لحاله الكانتليفر، وهي يعني نقول الشيء المهم اللي هو لازم نعرفه هنا هو انه احنا اصلا نعرف القيمه مالت المومنت عند الكانتليفر، فبالتالي ما نجري عمليه ديستريبيوشن الى الكانتليفر. هذا الشيء نحققه من اعطاء قيمه ديستريبيوشن فاكتور ايكوال تو زيرو للكانتليفر، ومن خلال اعطاء زيرو ستيفنس للكانتليفر، كان الكانتليفر ما موجود. اللي ناخذه من الكانتليفر هو فقط المومنت اللي يسلطه في النهايه هذه. الان بما ان احنا افترضنا ان الكانتليفر ما موجود وانطيناه ستيفنس ايكوال تو زيرو، فنتعامل مع هالنهايه هذه وكانها سمبلي سبورتد، وبالتالي ما نعطي الفول ستيفنس بالنسبه الى الممبر هذا، وانما نعطي له المودفايد ستيفنس اللي هو ثلاث ارباع الفول ستيفنس او ثلاث ارباع الكي، او نقول ثلاثه اي اي اوفر ال. عندنا حاله اخرى اللي هي حاله السبورت سيتلمنت، اللي يعني ممكن ان يصير عندنا settlement أو حطول في support. هذه راح نخليها بالنسبة إلى المحاضرة القادمة. فيعني أرجو منكم مراجعة يعني الـ examples اللي أخذناها لحد الآن حول الـ moment distribution، يعني الطريقة العامة بالنسبة إلى الـ moment distribution اللي هي خلينا نقول سلسلة من عمليات أو مجموع دورات لعمليات الـ distribution والcarry over. وبعدين يعني أخذنا بعض التطبيقات الخاصة بالنسبة إلى الـ moment distribution method اللي هي لحالة الـ modified stiffness، عندما تكون النهاية هي simple support أو hinge، وكذلك بالنسبة إلى حالة الكانتليفر، عندما يكون عندنا كانتليفر شفنا بأنه الإجراء هو أنه نعتبر يعني هل كانتليفر هذا zero stiffness وبالتالي zero distribution factor، ونتعامل فقط مع العزم اللي موجود نتيجة هذا الكانتليفر. وبالتالي من خلال افتراض يعني الزيرو ستيفنس للجزء الكانتليفر، فالفضاء المجاور للكانتليفر نعطيه modified stiffness أو صلادة محورة، باعتبار أنه النهاية هذه هي simply supported أو hinged. وهذا يعني ينهي المحاضرة مالت اليوم، وشكرا جزيلا على حضوركم. نعم، المادة مال امتحان الميد